يوسف الله يزحمك، كان واحد بس بالزمان دي. عيوشة عيوشة أول مشاهدين. إنستغرام شنو بديل هذا؟ افتح النت حبيبي. مال إنستا. أم فرح تقول مرحبا يا مرحبا وكل الهلا. يلا خلنا نبدأ. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعين صياغة جودي، رجعنا وياكم بعروضنا والمفاجآت مالتنا. كل الهلا والترحيب بكم. اليوم مثل ما نوهنا لكم بالفيديوهات السابقة، سوينا لكم عروض الألفين دينار اللي هي العروض اللي يسموها دائما بدون أجور. سوينا لكم مجموعة لا بأس بيها، عروض كلش حلوة، أسعار تنافسية مثل ما متعودين علينا دائما. سوينا لكم فيديو سابق اللي ذكرنا بيه انه الاجور 2000 دينار فقط، سوينا العرض لمده يومين، اليوم راح نعرض لكم الاشياء المتبقيه، اللي يريد من يومكم تسوون لنا مشاركات اكثر، تسوون لنا لايكات، تعليقاتكم حتى الكل يستفاد من هاي العروض. الحلو بهذا الموضوع انه الذهب اللي راح تشترونه بقيمه الذهب، يعني من راح تاخذه؟ ما راح عند البيع مالته، ما راح تكون فد خساره كبيره بالاجور، لان اجوره 2000 دينار فقط، اللي يسموه دائما بدون اجور. راح نعرض لكم، موجود عندنا شالات، موجود عندنا قلاده، موجود عندنا محبس ملاوي ابتوت الى ما الى اخره، من المنتجات اللي متوفره عندنا اليوم. سوينا مشاركات اكثر حتى الكل يستفاد من هاي البضاعه. منورين، ربي يرزقكم النور نوركم، ربي يرزقكم ويرزقنا. مساء الخير والعافيه عليكم متابعينا. نذكركم بالعناوين، عنوان الفرع الاول بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، حاليا دمبث من مول النخيل، والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم، متوفر توصيل للموصل، المحافظات 15 توصيل، داخل بغداد 10. موجود ميداليات، الميداليات موجود هم، راح نوفر لكم اللي عروض عليهم 2000 دينار. يرزق الجميع حبيبي. اللي اريده منكم اكثر عدد من المشاركات بالجروبات، اريد تعليقاتكم، تفاعلكم المتميز دائما حتى يزيد عدد المشاركات في الجروبات والكل يستفاد. ربي يرزقك، ربي يرزقنا ويرزقكم. يلا تفاعلكم السريع. سوينا مشاركاتكم الحلوة. يلا حتى نبدي نعرض لكم القطع. لليوم حينتهي العرض. فاستغلوا هاي الفرصة. أي واللي بعيدين علينا بالبيج تقدرون إنه تحجزون اليوم حتى يوصلكم الطلب. نوهنا لكم انه العرض الوقت مالته محدود. شوف مال الحركه ما حبيت. هي هاي مال اسمي لازم نخليها. احمد وعلي منورين، ربي يحفظكم، ربي يرزقك ويخليك. احمد شلون الفيس مشترك انت احمد وعلي؟ ياكم زين حلو. لا عشان تستفادون اذا بدون اجور، احنا نريدك انت تستفاد، احنا ما نريد نستفاد. احنا مسويين عروض الجمعه البيضاء او الجمعه السوداء مثل ما تريد تسموها سموها، نريدك انت تستفاد. احنا اليوم ليش نسوي لك هذا العرض؟ نريد الزبون يستفاد. طبعا نوه على فد مساله مهمه، انه هذا العرض بمناسبه بلاك فرايداي، هذا العرض مستمر يومين، يعني يوم الجمعه اللي هو البارحه اللي خلص، واليوم نهايه هذا اليوم، يعني باكر ماكو بعد يخلص العرض، فاغتنموا هاي الفرصه. شنو اللي يعجبكم من المنتجات اللي حنعرضها حاليا تقدرون تطلبوها على يعني على اللايف، او تاخذوها توصيل، او تفضلون يعني تتفضلون للمحل تشرفونا وتشوفون شنو الشيء اللي يعجبكم. اوقات دوامنا من 10 الصبح لل 10 بالليل يوميا على مدار الاسبوع، ما عدا يوم الجمعه يكون دوامنا من 2 الظهر لل 10 بالليل. سعر الذهب؟ سعر الذهب حاليا 375 بيع و 365 نشتري. متوفر محابس بأجور 2000. يلا سووا لنا أكثر مشاركات حتى نشوفكم القطع. حسين يقول من باردة بالبيت، هو بالبيت وراش عليهم. ما أدري شمس السحاب.
لا لا مو شمس، لا شمس السحاب. ليش شمس السحاب ما ادري، تقول باردة. حسين وصلت مناشداتك شو اسمه، صار الموضوع دول دول. هي والله هي دول، لان احنا زماننا مو بس بالعراق يعني. حسين موتنا كل احنا بنشولين على قولتهم، هو مشغل. شوفوا لي هذه القطع هذه الخواتم اللي عليها عروض 2000 دينار فقط للغرام الواحد. طبعا هذا العرض مستمر لنهاية اليوم. لحقة وياخذوا السكرين شوفوا. لحقة كلها سكرين، حتى اي شيء يعجبكم نعطيكم التفاصيل مالته. هذول كلهم اجورهم 2000 دينار فقط. هسه حبدي اعرض لكم القطع اللي انا لابستهم واجورها 2000 دينار فقط. العرض نذكركم ينتهي اليوم العشرة بالليل. نجي اول شيء هذه الملاوي، شوفوا لياهم، شوفوا جمالهم واجورهم 2000 دينار فقط، يعني صدق بداعة. شوفوهم اخذوا لهم سكرين، سووا لنا مشاركات اكثر حتى اكبر عدد من المشاهدين يستفاد. هذه الملاوي وزنهم 110 غرام و200 من الغرام، سعرهم 8,485، اجور 2000 دينار فقط، عيار 21 مستورد. الذهب حاليا دنعرضه مستورد كله من احدث المناشئ العالميه، ايطالي وتركي وخليجي. شوفوا لي ذول الميداليات، هاي كلها اجورها 2000 دينار فقط للغرام الواحد. اللي ياخذوا لها سكرين، اللي يحب ياخذ لها سكرين. تمام، نشوفكم بعد شنو اللي موجود. عنوانكم ام ابيها، عنواننا حاليا دنبث من فرع شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. وهذه السبحة شوفوا لي اياها همينة، اجورها 2000 دينار، يعني هذه فرصة ما تتفوت. جديات باعوها كلش حلوة، عيار 21 اجورها 2000 باعوها. هذه وزنها 38 غرام و650، 38 غرام و650، سعرها 1,975,000، 1,975,000. يلا سووا لنا مشاركات اكثر. هذا صور وين؟ الميداليات شنو اسعارهم اللي عرضتوهم؟ اكيد اخذتوا سكرين للصوره، فدزها للصفحه ونعطيك التفاصيل كامله. شقد سعر المنتظر آل محمد؟ شنو يا حبيبي؟ ارجع عيدي سؤالك. المثقال حاليا 375 بيع و 365 نشتري. هاي قطعة سودة وينها؟ هذا عقد وسوار كارتير. هذا عقد وسوار ايطالي ايضا بعرض خاص، اجره الغرام 2000 دينار فقط. ضي القمر، وين عنوانكم؟ حبيبي عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، حاليا دنبث من مول النخيل. يلا استغلوا هاي الفرصه
لان عروض صدق ما تتعوض. سووا لنا مشاركات اكثر. بيش السبحه؟ هاي السبحه وزنها 38 غرام و650، سعرها مليونين و975، مليونين و975. خلي ياخذونهم سكرين حتى يراسلونا ونعطيهم اسعارهم. شوفوا لي هذه الميداليه والزنجير، اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين ودزوا للصفحه ونعطيكم سعره ووزنه كامل. شوفوا هذه اجورها 2000 دينار فقط. عبودي قبيسي، ايش قد سعرها بلا زحمه؟ شنو عيني؟ هذولي فرصة كلش حلوة اللي مثلا اللي يحاول يريد يضم فلوسه واللي ياخذ بقيمتهم ذهب، فرصة كلش مناسبة انه انت تاخذ فتقطع اجورهم كلش بسيطة. اجورها 2000 دينار فقط. المثقال حاليا 375. الزبائن اللي يجون المحل يسألون وين اجورهم 2000؟ هاي اجورهم 2000. اريد اليوم اشوف شطارتكم وينكم؟ اللي يدورون 2000 دينار جماعة العروض المنخفضة، وين صياغة الجود؟ وين عروضكم؟ وين عروضكم؟ هاي العروض وفرنا لكم اياها، اريد نشوفكم وين كنتم. عرضي ملاوي تدللين قلبي هسه اعرض لك ملاوي. باعوهم. هذه الميداليات اخذوا لها سكرين. وهذه همينه. سووا لنا مشاركات اكثر، صعدوا لنا البث حتى الكل يستفاد. لان اليوم حينتهي العرض. باعوا. التوصيل للمحافظات 15 وداخل بغداد 10. المثقال كم غرام؟ 5 حبيبي، 5 غرامات المثقال. باعوا هذه. اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين. تدللين قلبي هسه نعرض لك التوت. ابدي بالقلاده نعطيهم سعر. شوفوا لي هذه القلاده. حلو. كلش حلو. عاشتيتكم على المشاركات، وصلنا 1300. توصيل للنجف 15. منو؟ هذه اجورها 2000 دينار. وزنها 38 غرام و890، سعرها مليونين و995. مليونين و995. لمن لحق على التعليقات، نريد نستثمر الوقت، اكثر وقت ممكن نستثمر حتى نعرض لكم كل القطع. احنا على مود فاحنا خاف نقصر وياكم بالتعليقات، فاحنا ملتهين اكيد نريد نعرض لكم القطع. شوفوا لي هذه البتوت. وعليكم السلام ورحمه الله. شوفوا لي اياهم، بداعه صدق بداعه. اجورهم 2000 دينار. عافيه. اليوم ايش قد سعر المثقال؟ حبيبي اليوم المثقال 375. هذه البتوت وزنهم 134 غرام و910، 134 غرام و910، سعرهم 10 ملايين و390، 10 ملايين و390. اخذوها سكرين. كلش حلوات يعني بالحقيقه احلى. فاضل ما يكون توت مو بس هاي بيدك ما يهمنا لا حبيبي. شوفوا لي هذه جيسيكا ايطالي كلش حلوة، اجورها 2000 عيار 21. هذه سعرها؟ هذا سعرها. وزنها 28 غرام و930، 28 غرام و930، سعرها مليونين و225، مليونين و225. هي اجورها 2000 وترجعين توقعين من يمها صارت اجورها 1000 ونص. خليهم يا معود بس خليه يشترون. شوفوا لي هذه همينه. هذا شوفوا ليها، هذه سعرها مليونين و640، مليونين و640. اجورها 2000 دينار فقط. شوفوا لي هذه بلاده كلش حلوه،
سووا لنا مشاركات اكثر حتى الكل يستفاد. هذه سعرها 3,150,000 3,150,000. خلي اعرض لكم المحابس اللي انا لابستها، طبعا نسيت. شوفوا هذه، شوفوا هذا كلش حلو، 10 غرامات و300، 10 غرامات و300 اجوره 2000، سعره 795 795. وهذا باع الفخامه مالته، هذا 9 غرامات و250، 9 غرامات و250 سعره 715 715. وهذا هذا 9 غرامات و770 9 غرامات و770 سعره 755 اجور 2000 دينار فقط. هاي البضاعه كلها تنعرضها اجورها 2000 دينار فقط. استغلوا هاي الفرصه، لليوم حينتهي العرض بالعشرة بالليل. شوفوا لي هذه القلاده، شوفوا هذه وزنها 51 غرام و500، 51 غرام و500 سعرها 3,995,000 3,995,000. اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين، ونعطيكم باقي التفاصيل والصور واضحه اليه. شوفوا لي هذه القلاده، شوفوا ايش قد حلوه. هذه وزنها 35 غرام و380 35 غرام و380 سعرها مليونين و725 مليونين و525. ابو زينب المحمداوي السبحه لابستها ايش قد سعرها؟ عيني السبحه لابستها اني سعرها مليونين و975. هذا وزنه 10 غرامات و300. خلينا نبدا بالشالات، شوفوا لي هذه الشالات سعره 795 795. شوفوا لي هذا الشال لفتين باعوا لي كلش حلو يجنن. هذا وزنه 42 غرام و730 42 غرام و730 سعره 3,265,000 3,265,000 من اجور 8000 الى اجور 2000. هذا الشال بدنا نعرضها حاليا، القطع اجورها 2000 دينار فقط. الذهب حاليا 375. لا ما عندنا ذي شيء ثاني، ما في ثالث واحد. هذا اللي هي الرباط، شوفوا لي هذا البيتن، هذا البيتن، هذا الرباط اجور 2000 دينار فقط. يعني صدق بضاعه ما تتفوت، باعوها حالياً. دنبث من شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، أبو زيكو بيش الذهب اليوم حالياً 375 الذهب. هذا الرباط وزنه 98 غرام و340 سعره 7,575,000 7,575 إجور 2000 دينار فقط. صباح شتري صباح كناني عوفني بحالي. شوفوا لي هذه غلادة كارتير، باع النزاكة مالتها، يعني ممكن بغير أماكن توصل إجورها إلى 10,000 12,000. أكيد هالشي، اغتنموا فرصة هذا العرض لأن أكيد ما راح تتكرر. هاي عروض سنوية دائما نسويها، اللي قطع اللي عليهم 2000 دينار. هذه وزنها 34 غرام و130 34 غرام و130 سعرها مليونين و630 مليونين و630. غلادة كارتير كلش حلوة اجورها 2000 دينار فقط. شوفوا لي هذا الشال همينة اجور 2000 دينار، يلف لفتين باعوا لي، باعوا التفاصيل مالته ايش قد حلوة. اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين، ونعطيكم الصور واضحه.
عرفت؟ شمس النهار الملاوي البيدك بيش حبيبي الملاوي الورقة وينها ها الملاوي 8,485,000 8,485,000 أجور 2,000 دينار باعوا هذه الشال يلف لفتين أجور 2,000 وزنه 55 غرام و140 سعره 4,245,000 4,245,000 سووا لنا مشاركات اكثر استقرت يا مشاركات شهادات شعاري استقرت هذا وصور المحابس اللي عليهم عروض هذه اخذوا لها سكرين مهيمن بلا زحمه البتوت اي نعرض الاساور خلينا نعرض الاساور شوفوا لي هذه اساور متحركه اجورها 2000 دينار هلا وشلون سعر البتوت البتوت سعرهم 10,390,000 10,390,000 شوفيهم اخذي لهم سكرين حتى ننطيج التفاصيل كامله شوفيهم هذا السوار وزنه 12 غرام و720 سعره 980 980 شوفوا جماله ايش قد حلو نازك اجور 2000 دينار فقط ركزين على الاجور 2000 دينار فقط هي فرصه وراح تتعوض لان اللي يجي هسه للبث حتى يشوف انه الاجور هي 2000 دينار فقط شوفوا لي هذا السوار كلش حلو نازك ام مصطفى مصطفى شنو سعر المثقال مثقال حبيبي 375 هذا السوار وزنه 20 غرام و550 سعره 1,585,000 1,585,000 اخذوا له سكرين لان كلش حلو هذا السوار ورده كلش حلو ايش قد وزن الملاوي وزنهم 110 غرام و200 ملي غرام المثقال 375 اي يعني سعر الملاوي 8,485,000 8,485,000 وزنهم 110 غرام و200 ملي غرام باعوا لي هذا السوار يوم سوي لكم عروض مال حديقة مو مال سوارات كلهم عروض يشوفون عروض لا هذا وزنه 17 غرام و20 ملي غرام سعره 1,310,000 اجور 2000 دينار فقط شوفوا لي هذا على قولة فاضل همينة وردة شوفوا كلش حلو نازك لا مو اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين سووا لنا مشاركات اكثر هذا وزنه 20 غرام و400 20 غرام و400 سعره 1,570,000 1,570,000 وين المحل حبيبي شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني حاليا دا نعرض من مول النخيل شوف هذا كمان سوا 88 خلينا نخلص على الاسئله شوفوا لي هذا السوار باعوا نزاكه مالته صدق جميل يعني ارجع اذكركم اجور 2000 دينار فقط حفظتوها لو بعدكم حفظوها شلون العنوان مجاورس الطابق الثاني هسه حفظوا العنوان لو لا ما يخاف احنا ننوه لهم على اجور 2000 لان ريتهم هم يستفادوا هذا السوار وزنه 11 غرام و20 سنت سعره 850 850 تدللين قلبي هسه اشوفك بتوت
يوسف بلا زحمة عليك التوت. اي يعني شوفوا لي هذا السوار. لا الحروف هذا وزنه 10 غرامات و510 10 غرامات و510 سعره 810 سعره 810 اجور 2000 دينار فقط. عدنان الجوار هي وين الفلوس؟ طلعهم عدنان موجود الفلوس عندك طلعهم اللي جوا الكاشيه من نام الناب القاصه طلعهم طلعهم. شوفوا لي ذولي 345. هذا وزنه 7 غرامات و550 7 غرامات و550 سعره 580 اجور 2000 دينار فقط. اي حلو ممكن تخومه موجود تخومه عليهم عرض 2000 دينار بس هسه راح نشوف. اي عاشتي شكرا. هم هذول اللي رادوا بتوت هذولي ان شاء الله باعوهم اجور 2000 دينار. اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين. عينسك ليش لي فاضل؟ شكو فاضل حباب بالدنيا؟ اي فاضل بالدنيا حباب؟ تطني يا امي. هذول وزنهم 68 غرام و 50 ملي غرام سعرهم 5 ملايين و 240 5 ملايين و 240 اي مو اسم نمرتي على اسمي. اجور 2000 دينار فقط. هذا الملاوي عرضناهم هو هذا 2000 طبعا. البتوت يوسف بلا زحمه البتوت شوفوا لي ذولي موديلا السبحة اللي لابستها بيش السبحة الآني لابستها مليونين و 975 مليونين و 975 شوفوا لي ذول البتوت هذولي 85 غرام و 900 85 غرام و 900 سعرهم 6 ملايين و 615 6 ملايين و 615 شوفوا لي ذولي كلش حلو باعهم اجور 2000 دينار فقط. ها عمري السبحة مليونين 975 38 غرام 650 بس السبحة اللي لابستها انا وتوت لا لا ملابس بس موجودات. هذولي وزنهم 99 غرام و 250 سعرهم 7 ملايين و 645 7 ملايين و 645 دزونا على الصفحة ونعطيكم التفاصيل كلها شوفوهم شمس النهار حبيبي دزينا على الصفحة ننطيج التفاصيل كاملة وصور واضحة إلها لين هسه ما تبين صدق ظالمين القطعة بالتصوير باعيها الذهب حاليا 375 375 شوفوا هذه خلي بس اشوفكم ها شوفوا الديزاين مالتهم كلش حلو اخذونا سكرين هذولي وزنهم 85 غرام و 900 85 غرام و 900 سعرهم 6 ملايين و 615 6 ملايين و 615 بس خلنا نتفق اتفاق ما تخلينا يا جاية تبهدل خليهم لا ولا شيء رادة وبتوت ناعمة اجور 2000 هذولي هذول الستات وراح نعطيكم الثلاثة والاثنين خلنا نعرض لكم البداية باعوا هذولي ابوها مساسة عليك بالبيت مسام مالك توت ناعمة اجور 2000 دينار فقط
اعطيني اللي بتوتر شنو دولي وزنهم 65 غرام و970 سعرهم 5,080,000 5,080,000 اجور 2000 دينار فقط بلا زحمة الأسابق اللي بتوتي اللي ثلاثة كيلو الذهب بيس كيلو الذهب حاليا ب 83 83 مليون باعوا لي هذه ثلاث قطع عرضنا لكم الستة وهذول الثلاثة هسه وأكو اثنين همينة أجور 2000 دينار فقط هذول وزنهم 31 غرام و790 31 غرام و790 سعرهم مليونين و450 ألف مليونين و450 هذول الستات مو كلهم عرضناهم خلينا نشوف ها النواعم اي باعوا لي ذولي همينا سته مع النزاكه مالتهم اللي يريدون توت ناعمه شوفوهم هذول وزنهم 49 غرام و50 ملغرام 49 غرام و50 ملغرام سعرهم 3 ملايين و775 3 ملايين و775 اجورهم 2000 حتى الكل يستفاد اللي يدخل للبث هسه يعرف انه الاجور يدنبثها اجور 2000 دينار فقط القطع بداخل المحل كلها عيار 21 مستورد خليجي وايطالي وتركي وعليكم السلام هاي القوايش بغير اماكن اجورها توصل ل 10000 12000 دينار 8000 كحد اقصى هسه اجورهم 2000 دينار فقط اجورهم 2000 دينار فقط شوفوا لي دولي قوايش 11 قطعه عدنان جواري يعني ايش قد سعر المثقال مثقال حانيه 375 375 هذول القوايش وزنهم 96 غرام و360 سعرهم 7 ملايين و420 7 ملايين و420 اجورهم 2000 دينار فقط شوفوا لي هذا الحزام نعم السبحة يلا كمل طيب شهر راحت استخدام هسه شوية وترجع لكم هذا حزام تركي أجرة الغرام 2000 دينار فقط قد الوزن مالته فاضي تشوف فيها والله بدون زحمة آخر واحد هاي الليرة محمد ها حبيبي الليرة آخر واحد من ضمن العرب لا 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 هذا سعره 8,795,000 8,795,000 دينار هذا اجوره 2000 دينار فقط للغرام الواحد. اي شيء يعجبكم حطوا له سكرين، سووا لنا مشاركات اكثر. باعوا لي هذا الشال. هذا وزنه 44 غرام، لا 55 غرام و 140. 44 لا 55. احس شكلك شفت هذا. لا 55 لا 22. اجور 2000 دينار فقط سعره 4 ملايين و245 4 ملايين و245 صار لفتين شوف التفاصيل مالته كلش حلوه هذول القطع عرفتوهم؟ شوفوا لي ذولي اثنين ذولا بالعافيه على اللي ياخذهم كلش حلوات مقدمه شوفوا مديرهم ايش قد حلو وجديد بعض تفاصيلهم اجورهم 2000 دينار فقط هذول ايش قد وزنهم؟ اعتقد 29 غرام سعرهم مليونين و305 وزنهم
29 غرام و 910 29 غرام و 910 شوفوا لي دولي بناتي سر سعادتي حبيبي شلون سعر الذهب؟ سعر الذهب حاليا 375 شوفوا لي دولي ثلاث قطع هذولي وزنهم 44 غرام و 250 44 غرام و 250 سعرهم 3 ملايين و 410 3 ملايين و 410 لا لا والله اجور 2000 دينار فقط هذولي همين 3 قطع شوفوا النزاكه مالتهم كلش حلوات عيار 21 تمام هذولي وزنهم 31 غرام و 130 سعرهم مليونين و 395 مليونين و 395 شنو اللي ببالكم انتم توت يعني تمام شوفوا لي ذولي سعر الذهب حاليا 375 375 شوفوا لي هذه ثلاث قطع هذولي وزنهم 36 غرام 710 سعرهم مليونين و 825 مليونين و 825 نعم لا تصب الليمون بلا زحمه شوفوا لي دولي شهد نعم طاب العافيه عمري شوفوا لي دولي سوارات رهيبات يعني بداع صدق باعوا همينا صاروا من ضمن العرض دول ثلاثه لا توم شوفوا شوفوا التفاصيل مالته عمري المحبس اللي بيدك اليسرى هذه يعني شوفوها انتوا اليسرى هذا هذا سعره 9 وزنه اقصد 9 غرامات و250 9 غرامات و250 سعره 715 سووا لنا مشاركات اكثر الملاوي هذول عرضناهم هسه حنبدي نعرض لكم الملاوي السلام عليكم السلام ورحمه الله شوفوا لي دولي اخذوا لها سكرين يعني كلش حلوات اجورها 2000 دينار فقط طبعا هذول بيهم لبستين يعني بيهم وجهين اذا تشوفوهم هذا وجه تمام وهنا وجه ثاني هذول هالشكل يعني اللبسه مالتهم تصير بهذا الشكل تمام قسم منا وقسم منا هيجي يلبسوني اما هالشكل او هالشكل هذول التايجر تعبتي؟ لا تعالي لا تستمر انا ما اكمل يلا شوفوا لي ذولي تايجر شوفوا جمالهم اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين حنبدي هسه نعرض لكم الملاوي نبدي من الناعم شوفوا لي هذولي كلش ناسكات وحلوات كلكتة كلش حلوات
متصورات عندي. شوفوا لياهم ذوليك الكتة كلش حلوات وبدونهم سكرين، اجور 2000 دينار فقط، يعني عروض صدق ما تتفوت. والسوارات نادي ما خليني هنا حتى ما يتفوت. شوفوا الفخامة، باعوا البداعة مالتهم، باعوا. لا ما دستها والله، انت دستها. شوفوا لياهم هذولي وزنهم، خلي بس احسب لكم وزنهم. وزنهم 124 غرام و890، 124 غرام و890 ينفاضل. اجور 2000 دينار فقط، سعرهم 9 ملايين و615، 9 ملايين و615 اجور 2000 دينار فقط. ايش قد سعر المحبس اللي باليمنى ام محمد؟ اليمنى تطلع عندكم هذه، هذا سعره 715، 715 اجور 2000 دينار. شوفوا لي ذولي، شوفوا الجمال مالتهم، اجور 2000 دينار فقط، سعرهم 7 ملايين و40 الف، 7 ملايين و40 الف، وزنهم 91 غرام و450، 91 غرام و450. سوونا مشاركات اكثر. شوف ما شاء الله كمية الملاوي اللي نعرض لكم اياها، والبضاعة اللي الجو 2000 دينار ما جايين لحق حتى نعرض لكم اياها، حتى تعرفون كم قد مدللين عندنا زمان مدللين. هذولي راح نعرض لكم اياهم بس هم انباعوا. ما شاء الله تشوفون انتم ليش نقول لكم سارعوا بالحجز، لان ما شاء الله صحنا داخل المحل ليجون الناس ياخذون القطع. هسه قبل شويه حتى القلاده اللي كنا نلبسها لابستها 6 شهر بالعرض انباعت تو للحاله، جت زبونه ما اخذتها. هسه الملاوي نفس الموضوع، انا لبست لكم واجوا واخذوا اشتروا. صار الناس اللي بعيدين عني يقول انا بعيد اليوم، انا محافظه، شلون راح اجي، شلون راح اسارع؟ تقدر على البيج، انه انت تراسلنا على البيج وتحجز فرصتك، فرصتك الذهبيه السارع وتحجز اليوم، الك مجال. احنا نغلق الساعه 11 ليلا، تقدر انت تراسلنا على البيج وتحجز القطعه اللي تريتها. وبالعافيه عليكم مقدمه. العنوان اللي يسال على العنوان، عنواننا حاليا دنبث من شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. شوفوا لي هذا الجلاس، اجور 2000 دينار فقط، 390. شوفوا ايش قد حلو، 40 شوفوا لي اياها، هذا وزنه 79 غرام، عفوا 79 غرام و280، سعره 6 ملايين و105، 6 ملايين و105 اجور 2000 دينار فقط. يعني صدق بضاعه كلش حلوه. شوفوا لي هذه، هذا همين غلاس، هذا باللبس يعادل 6 سوارات كلش حلو. ما يصير ألبسه هسه؟ يصير؟ لا ما يصير ويا البتوت، البتوت ضخمة. صرت نافر إيه صحيح. إيش قد سعر المثقال اليوم؟ 375 مثقال. هذا وزنه 43 غرام و200، 43 غرام و200، سعره 3 ملايين و325، 3 ملايين و325. قول ما سجلنا نعرض المحبس بيدك اليسرى، راح نظلكم اساوغ كلبشات المحبس. خلي بس اعطيهم سعر هذا، وايد اعطيتي سعر هذا المحبس كلش اعطيتي وايد سعر. 9 غرامات و770، 9 غرامات و770 وزنه، سعره 755، 755. المعتصم ليش لك؟ فولي دولي قد يطلع بالدولار يا فاضل 375. حلو
تقريبا 2550 دولار هيك شيء. العفو 2550 دولار، عارفين شنو صايتنا علي؟ 2550 دولار يعني ورقتين 55 دولار. عزيزي قد سعر المثقال اليوم رحم امك. عيني المثقال حاليا 375. شوفوا لي ذول الاساور بجور 2000 دينار فقط. نسمات هادئة، ما عندنا عروض للتراشي اللي ب 2000 دينار للاسف، ما يتوفر عندنا عرض للتراشي. شوفوا لي هذا السوار فيرزاتشي، كلش حلو، اجور 2000 دينار فقط. هذا وزنه 26 غرام و 160، 26 غرام و 160، سعره مليونين و 15، مليونين و 15. أي شيء يعجبكم خذوا له سكرين. شوفوا لي هذه سوار سادة ومانس، سادة باعوا يلبس وجهين، سادة ومانس. هذا سعره مليونين و 170، مليونين و170، وزنه 28 غرام و190. عين ست من هو؟ شوفوا لي هذا السوار اجور 2000 دينار. شوف الست شنو تريد. هذا السوار وزنه 28 غرام و 710، سعره مليونين و 210، مليونين و 210. هاي جناجل سمين جراس، ما اعرف شو مين جناجل اثنين ازواج. هذا سعرهم باعي ذولي جناجل مال اطفال جننون، باعوا لياهم. باعوا جمالهم بجور 2000 دينار، سعرهم 3,080,000، 3,080,000، وزنهم 40 غرام و10 ملي غرام، 40 غرام و10 ملي غرام. يلا خلينا نشوف ايش قد سعر الكتة الناعم رجاء حبيبي راستينا ونعطيك تفاصيله. هذا معرض ناشونيال صح؟ شوف لا بعد ما. شوفوا لي هذا الملاوي وزنهم 110 و200 ملي غرام وسعرهم 8,485. ايوه 485. شوفوا لي هذا السوار وزنه 15 غرام و770، 15 غرام و770، سعره مليون و215، مليون و215. وهذا السوار كلش حلو، هذا سعره مليون و685، مليون و685. بسأل شلون تحسبون شهر راح يطلع على سعر ذهب اليوم شلون جاي نحسبكم 77,000 الغرام وضرب بحبيب الوزن ب 77 هذا اللي عليهم عرض ايه اجورهم 2000 فقط. شوفوا لي هذا السوار 15 غرام و770، 15 غرام و770، سعره مليون و215. اللي ملحق نقرا تعليقاتهم، احنا نحاول نستثمر الوقت حتى نعرض لكم اكثر عدد من القطع، لان تعرفون الوقت جاي داهمنا حتى تسارعون بعمليه الحجز حتى تستفادون.
وردة البنفسج فد وجدت سعر المثقال يعني كامل هو والصياغة حبيبي هاي القطع بدنا نعرضها الأجور 2000 يصير المثقال 385 هو الأجور شوفوا لي دولي كلش حلوات هذولي سعرهم 1,540,000 1,540,000 سيد جلال العراقي قد سعر المثقال مثقال حاليا 375 بيش مثقال هو الأجور مالته على هاي القطع الأجور 2000 10,000 المثقال يصير 385 هو الأجور يعني أجور المثقال كامل 10,000 دينار يعني بدون أجور بلاش هذولي سعرهم 1,540,000 وزنهم 32 غرام و 970 السبحة لابستها تشنيت انباعت جدا أعتذر يعني ايه سيهم عرض من المحابس حتى يشوفوهم حتى يأخذونهم سكرات نسوي لكم عرض أخير للمحابس شوفوا لياهم طولي حتى يأخذون سكرين أخذوا لهم سكرين باعوهم أي شيء يعجبكم أخذوا له سكرين باعوها الشال ضمن العرض اي حبيبي الشال ضمن العرض هذا هم انا اجوره 2000 دينار فقط فاطمه فاذا احنا بس شوفي لي ايش قد وزنه 55 غرام 140 الشال وزنه هذا اللي سالوا على الشال وزنه 55 غرام و140 سعره 4,245,000 4,245,000 اجوره 2000 دينار فقط شوفوا لي هذا الهاف سيت شوفوا محبس وتراتشي وقلادة بجور 2000 دينار فقط همينة شوفوا هذا المحبس مالته وردة زهرة القصر ايش قد سعر المحبس اللابسته حبيبي هذا لو هذا دزينا للصفحة ونعطيك تفاصيل عمري وهاي القلادر مالته شوفوا ياها وهذه تراتشي هابسية كامل سعرها 3,335,000 3,335,000 وآخراً هاي شوفوا لي هذه المحمدية بجور 2000 دينار فقط هذه وزنها 41 غرام و240 41 غرام و240 سعرهم ها سعرها 3,335,000 3,335,000 هسه ارجع اعيد لكم القطع اللي اني لابستها حتى نختم وياكم البث باعوا لي هذه الملاوي وزنهم 110 غرام و200 ملي غرام سعرهم 8,485,000 شوفوا لي هذا المحبس وزنه 9 غرامات و250 9 غرامات و250 سعره 715 وهذا الشال اللي اني لابسته وزنه 55 غرام و140 55 غرام و140 سعره 4,245,000 لبتوت
134 غرام و 910 سعرهم 10 ملايين و 390 ونذكركم بالعنوان بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني حاليا البث كان من مول النخيل والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم سعر الذهب حاليا 375 نبيع و 365 نشتري المهم بالموضوع انه احنا شفتوا البث مالتنا شفتوا العروض التنافسيه اللي قدمناها لكم دائما صياغه جودي متابعين بالحدث وياكم دائما نحاول نوفر لكم الاجور المناسبه والرخيصه انتم شفتوا البث ما عليكم انه انتم بس تتابعونا دائما مرارا وتكرارا حتى تشوفون وتغتنمون الفرص اللي نقدمها لكم اللي بعيد عينه نرجع وننوه اللي بعيد عينه المحافظات اهلنا وناسنا زبائننا الكرام بتقدرون انه انتم تحجزون القطع اللي شفتوها واللي عجبتكم من خلال اخذ سكرين للشاشه اخي اكيد اللي شاف القطع وعجبه فشي اخذ سكرين للشاشه يقدر يراسل البيج الموظفين المختصين بالرد على البيج راح يشوفوا له سعره يقدر يثبت حجزهم وتوصل له القطعه يدفع بس توصيلها قلنا احنا توصيل محافظات 15000 دينار التوصيل داخل بغداد الحبيبه 10000 فقط يا رب تكونوا استمتعتوا بالبث والعروض اللي قدمناها لكم تابعونا دائما وابدا راح نقدم لكم عروض مو بس اليوم ولا بالايام المقبله دائما كل فتره راح نسوي لكم هاي العروض التنافسيه كل الهلا بيكم وحياكم الله مع السلامه